عروسة جديدة وملخومة في الزيارات ومش عارفة تتصرفي؟ تعالي وانا اقول. هنا القاهرة الى ربات البيوت. اول حاجة اكيد طبعا اي حد هيجي يزورك هيتصل الاول ويقولك، يعني هنبقى عارفين ان في زيارة النهاردة، مش مفاجأة ولا حاجة. هنعمل ايه؟ نحضر العصاير، نحضر الفاكهة، نحضر الكحك، نحضر الجاتو، دايما حاجتنا كلها متحضرة جاهزة على التقديم علشان ما تتلخميش وتفضلي طالعة داخلة كل شوية قدام الناس وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود، تبقي محضرة حاجتك كلها قبل الزيارة. تاني حاجة لما الناس تيجي تقعدي معاهم وترحبي بيهم وتتكلمي وتضحكي وتخلي وشك بشوش، خلاص انت ببيتك وكل حاجة محسوبة عليك، ما تقعديش بومة كده وساكتة ما بتتكلميش وقاعدة تتفرجي وتعملي زي لا. تالت حاجة ما تقدميش كل الحاجات اللي عندك مرة واحدة، انت كده بتقولي للناس قوموا امشوا، عيب، ما ينفعش. تجيبي حاجة تستني شوية بعدها تساليهم يشربوا ساقع ولا سخن، وتجيبي اللي هم عاوزينه عشان يبان انك كريمه مش بخيله، ان انت عندك وبتقدمي حاجه ورا حاجه وبتقول لهم اقعدوا براحتكم وقت ما تحبوا تمشوا براحتكم. رابع حاجه دايما اعملي الحاجه بزياده، يعني مثلا فردين جايلك اعملي حساب 4 افراد في كل حاجه بقى، جاتوه، في العصاير، الحاجه الساقعه، في الاكل، في الكحك، دايما خلي الحاجه بزياده. قدري وانت قاعده مثلا مع ضيوف طب عليكي حد تاني ومن غير ما يستاذن غصب عنه، كان جنبك وعدى عليكي، جايلك ونسي يكلمك، دايما تبقى حاجتك بزياده، ما تتحرجيش، ما تتكسفيش، ما تتلخميش ان الحاجه قليلة. لا، كله موجود واهلا وسهلا باي حد، وخير ربنا موجود كمان، تقدمي وتطلعي. ست البيت الشاطره هي اللي دايما تعمل كده، ودي نصيحه القروبه ليكي، دايما خلي حاجتك بزياده عشان ما تتحرجيش لو اصلا حد زياده جالك. خامس حاجه تقابلي اهل جوزك زي ما بتقابلي اهلك ويمكن احسن كمان. ليه؟ عشان ده اول انطباع هياخدوه عنك وهيكونوه عنك، انت طبعك ايه، شكلك ايه، ساكته، تتكلمي، بتضحكي، بتكشري، هتحبينا وتفتحي لنا بيتك ولا هتقفلي لنا كده في وشنا من الاول؟ اقعدي معاهم وتحكي وهزري وكلميهم وتكلموا عن الفرح وتكلموا عن حياتك وعن حياتهم واسمعي منهم، وكل الحلو عندك قدموه لهم، ما تستخسريش فيهم اي حاجه، مش خلي ده لاهلي وقدم ده لاهله، دول زي دول، انت عروسه جديده لسه داخله عليهم وعلى عيلتهم، حاجه جديده بالنسبه لهم، انطباعك وتصرفاتك وطريقتك هي اللي هتخليهم يحبوكي ولا يكرفوكي. تعامليهم كويس قوي لما يجولك، خليكي كويسه معاهم، ولما يجولك رحبي بيهم بزياده قوي، او حد قايل لك قبل ما تتجوزي اعملي واعملي مع اهل جوزك، مالكيش دعوه بحد، اللي انت شايفاه عامل تعامل، وان شاء الله يبقوا كويسين، ايش ضماني، ويمكن تحبيهم اكتر من اهلك كمان. واخيرا حافظي على بيتك ودايما خليه مترتب ونظيف وريحته حلوه، وارجوكي طلعي حاجه النيش للضيوف، ارجوكي مش هيجرى لها حاجه، وبرده هقولك تغسليها وتنشفيها وترجعيها على طول، واستعملي حاجتك كلها، افرحي ببيتك وافرحي بحاجتك الجديده، مش هنفضل حاطينها العمر كله نتفرج عليها وبس، ودي حاجه الضيوف، دي حاجه الضيوف، حتى للضيوف ما بتطلعش. وطبعا اي حاجه بتعمليها ده بيتك، مملكتك، هتصب عندك انت في الاخر، لان ده وجهتك، لان انت خلاص بقيتي وجهه البيت، اي حاجه الناس بتشوفها او هتحصل هتنتسب ليكي انت عشان انت ست البيت.